قتل 18 شخصا على الأقل وجرح 25 في سلسلة تفجيرات كبيرة رافقها اقتحام مجموعة مسلحة لمقر وزارة العدل وسط بغداد. وقال المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب إن 3 تفجيرات منسقة كبيرة وقعت في منطقة العلاوي بفارق زمني ضئيل، وهي تبعد 200 متر عن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن المسلحين لم يتمكنوا من اقتحام المبنى لكنهم اشتبكوا مع الطوق الأمني خارجه. في مصر، وبعدما اتهمت مجلة الأهرام العربي حركة حماس بقتل الجنود المصريين 16 في رفح في آب الماضي، لم يصدر أي نفي رسمي للموضوع حتى الآن. وللتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسلنا هشام مهران. هشام تفضل. نعم، هناك حالة من الجدل حول المعلومات التي كشفت عنها مجلة الأهرام العربي، وهي إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام القومية، والتي حددت فيها هوية وأسماء منفذي عملية رفح في شهر أغسطس الماضي التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا. المجلة حددت 4 عناصر متورطة في الحادث، جميعهم من حركة حماس، هم أيمن نوفل قيادي في كتائب القسام، وكان قد هرب من سجن المرج في مصر خلال أحداث الانفلات الأمني خلال الأيام الأولى للثورة، وهو محكوم عليه بتهمة المشاركة مع آخرين في اقتحام الحدود المصرية عام 2008. الثاني محمد إبراهيم أبو شمالة، ويعرف بأبو خليل، وهو من قيادات الصف الأول في حركة حماس. والثالث هو رائد العطار، وهو مهندس اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. أما الرابع فقتل على أيدي الإسرائيليين عند هروبه بعد تنفيذ العملية. هذه الأسماء هي وفق التقرير الذي نشرته مجلة الأهرام العربي، والتي قالت أنها نقلت هذه المعلومات عن عنصر كبير داخل حركة حماس، وتأكدت من صحة معلوماتها من مصدر أمني مصري. حتى الآن لم يصدر نفي أو تأكيد لهذه المعلومات من رئاسة الجمهورية أو الجيش في مصر، ولكن جاء النفي من حركة حماس. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة نفى هذه الاتهامات، وكذلك أيضا الناطق باسم حماس قال أن الجهات الأمنية في مصر لم تبلغ الحركة بتورط أي فلسطيني في الجريمة. هذه المعلومات بالطبع تتزامن مع ضبط قوات الأمن في مصر 7 فلسطينيين أمس أثناء دخولهم قادمين من سوريا، وكان معهم أوراق تتضمن تدريبات عسكرية ومواقع لأهداف حيوية في مصر، وجاري التحقيق معهم حاليا. شكرا للزميل هشام مهران.